عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعاده. النهارده ان شاء الله هنصور مع بعض حلقه مهمه جدا جدا جدا، هنتكلم فيها عن الفرق بين الميديكال دايجنوزيس والريزلت انتربريتيشن. هل من حق المعمل انه يشخص الحاله ويكتب لها علاج، ولا مطلوب من المعمل انه يعمل تحليل للنتائج اللي طالعه معاه ويشوفها متناسقه مع الحاله؟ يلا بينا ندخل في حلقه النهارده. ممنوع منعا باتا في المعمل ان تشخص الحاله وتكتب لها علاج، لكن مطلوب منك ان كل نتيجه طالعه على الريبورت بتاعك يكون ليها تفسير ويكون ليها تحليل دقيق باسس علميه صحيحه. عشان ما توهكش كتير هشرح لك مثال تفهم منه الموضوع. انت قاعد في المعمل، جالك مريض، المريض ده مطلوب له شوية تحاليل، مطلوب له سي بي سي، مطلوب له بالروبن بروفايل توتال ودايركت، مطلوب له اس جي او تي، ومطلوب له ال دي اتش. قبل ما بتسحب العينة انت بتقعد مع البيشنت بتاخد الهيستوري. فهو شاب عنده 26 سنة، كان قاعد في امان الله، حس ان جسمه تعبان شوية فاخد حباية اسبرين. بعد ما اخد حباية اسبرين بدأ يظهر عليه شوية اعراض غريبة جدا، البول بتاعه ما بقاش لونه اصفر، بقى لونه بني، وبدأ يظهر عليه اعراض الصفرة. الحالة خفت جدا وقامت تجري، راحت للطبيب المعالج. الطبيب طلب منها شوية تحاليل سي بي سي و ال دي اتش و اس جي او تي وبالروبن توتال ودايركت. بعد ما سحبنا العينة جينا نشتغل النتائج التحليل بتاعنا، وكانت النتائج كالآتي. حضر كشكولك واكتب ورايا. أول حاجة نتيجة السي بي سي، كانت نتيجة الوايت بلاد سيل 6300، وكانت نتيجة الهيموجلوبين 4.4، أما الهيماتوكريت فكانت 12.5، والآر بي سيز كانت مليون. البلاد إنديزيز كانت الإم سي في 126، والإم سي اتش 43.9، والام سي اتش سي كانت 34.8. لما نيجي نبص على البلوبن بروفايل فكانت نتيجه التوتال بلوبن 8 ملي جرام بر ديسيليتر، وكانت نتيجه الدايركت بلوبن 7.10 ملي جرام بر ديسيليتر. اما نتيجه الاس جي او تي كانت 580، ونتيجه ال دي اتش كانت 2844. مطلوب مني اعمل ريزلت انتربريتيشن، المفروض بعد كل تحليل اخلصه اخد النتيجه واقعد على مكتبي وابدا احللها. يلا بينا نعمل ريزلت انتربريتيشن للحاله دي. المريض اخد اسبرين، بعد ما خد اسبرين حصل ان البول بتاعه بقى لونه غامق جدا، بني، تمام كده. هنا انا عندي ايه؟ قالك هنا انت عندك تكسير. طيب لما حصل عندي تكسير يلا نبص كده على نتيجة السي بي سي ونشوفها مناسبة ولا مش مناسبة. هتلاقي عندك الهيموجلوبين قليل والهيماتوكريت كمان قليل والار بي سيز قليل، بس ده قليل عادي. قالك لا، ده انت هنا عندك سيفير انيميا، انيميا شديدة جدا نتجت عن التكسير. يبقى النتيجة بتاعتي زي الفل، مفيش مشكلة. تعال نروح نبص على البلوربن. لقيت عندك التوتال بلوربن عالي والاندايركت بلوربن عالي. الاول انت لازم تعرف ان انا عندي ثلاث انواع من الصفرة، يا اما هيمولوتيك جوندس، يا اما اوبستراكتيف جوندس، يا اما هيباتيك جوندس. احنا الحاله بتاعتنا حاله تكسير، فانا بتكلم في الهيمولوتيك جوندس. بتتميز بايه الهيمولوتيك جوندس؟ بتتميز ان التوتال بالروبن عالي والاندايركت بالروبن كمان عالي. طب الاندايركت بالروبن بيتميز بايه؟ قالك بيتميز انه ما بيدوبش في المية، فما بينزلش في البول، فما بقدرش اقيسه. طب هنا ظهر عندي مشكلة، لما انا عندي هيمولوتيك جوندس او عندي تكسير والاندايركت عالي وما بيدوبش في المية، امال لون البول يتغير ليه وتحول من اللون الطبيعي للون الدارك براون؟ هنا هعمل تفسير مهم جدا. قالك الار بي سيز لما اتكسرت خرج منها الفري هيموجلوبين. الفري هيموجلوبين ماده انا ما بحبش تكون موجوده عندي في جسم الانسان. ليه؟ لان وجودها بيعمل لي مشكله كبيره جدا وممكن يدخلني في فشل كلوي، فبضطر اطردها بره جسم الانسان عن طريق الكليه وبعد كده عن طريق اليورين. جميل كده. طيب لما بتنزل في اليورين بتحوله من اللون الاصفر للون البني. يبقى احنا هنا عرفنا عندي تكسير ولون البول اتحول لبني نتيجة لوجود الفري هيموجلوبين. يبقى احنا لحد دلوقتي تكسير فالهيموجلوبين واقع والار بي سيز واقعة، وعندي تكسير فعندي هيمولوتيك جوندس فالتوتال عالي والاندايركت عالي، لون البول غامق لوجود الفري هيموجلوبين. ده اسمه ريزلت انتربريتيشن. طب تعال نشوف الاس جي او تي والال دي اتش.
الاثنين نسبتهم عالية جدا، وده طبيعي في حالات التكسير لانهم موجودين جوه الاربسيز. فالاربسيز لما بتتكسر الاقي عندي الاس جي او تي عالي والال دي اتش عندي عالية. لحد هنا النتائج منطقية جدا، بس ظهر عندي مشكلة كبيرة. قبل ما اقول لك المشكلة تعال اقول لك حاجة مهمة جدا. ايه هي؟ بص يا سيدي، انت عندك ثلاث انواع من الانيميا. حصل كلاسيفيكيشن كده، تقسيمه للانيميا عن طريق حجم الار بي سيز، الام سي في. لو لقيت الام سي في بتاعتك قليله ده معناه ان انت عندك مايكروسيتيك انيميا، ولو لقيتها طبيعيه ده معناه ان انت عندك نورموسيتيك انيميا، ولو لقيتها عاليه ده معناه ان انت عندك ماكروسيتيك انيميا. جميل كده. طيب الحاله اللي معانا هنا، قال لك الحاله دي الام سي في بتاعها 126، يعني اعلى من الطبيعي، يعني انا عندي ماكروسيتيك انيميا. بس اقف هنا في ايه؟ قال لك هي حاله تكسير، حاله هيموليتيك. طب حاله الهيموليتيك دي تبع اي نوع من الانيميات؟ قال لك تبع النورموسيتيك نورموكروميك انيميا. يعني المفروض الحاله دي الام سي في بتاعتي تكون طبيعيه. طب انا لقيت الام سي في بتاعتي عاليه، في مشكله في النتيجه ولا ليها تفسير؟ قال لك لا طبعا ليها تفسير، بس عشان تفهم التفسير هحكي لك الحكايه من الاول. هو اخذ اسبرين فحصل تكسير للاربسيز. الاربسيز وظيفتها انها تشيل الاكسجين تمام جوه جسم الانسان. لما الاربسيز اتكسرت نسبه الاكسجين قلت، فالجسم دخل في حاله هايبوكسا. لما الجسم دخل في حاله هايبوكسا حصل اتنشن، حصل تنبيه للكليه، بعد اذنك في مشكله، طلعي لي هرمون الارثروبيوتين الاي بي او. الهرمون ده وظيفته انه بيطلع يجري يروح على البون مارو ويخبط عليه كده ويقول له بعد اذنك في مشكله، انا محتاج اربسيز دلوقتي، ابدا انتج لي اربسيز دلوقتي حالا. جميل كده. طيب يبدا البون مارو بتاعي ينتج لي اربسيز، المرحله الاولى والثانيه لحد ما اوصل للريتيكولوسايت. الريتيكولوسايت بتحتاج من يوم ليومين في الدم وبعد كده بتتحول لماتيور اربسيز. في حاله الهيموليتيك انيميا بلاقي نسبه الريتيكولوسايت عاليه جدا. جميل كده. طب الريتيكولوسايت بتتميز بايه؟ قال لك بتتميز بحاجه في غايه الخطوره، ان حجمها اكبر من حجم الاربسيز 20%. جميل، 20 في ايه؟ في المية. طب حلو الكلام جدا. يبقى انا هنا لو انا عندي خلايا شبكية كتير وخدت العينة بتاعتي قلبتها ودخلتها في الجهاز، الريتيكولوسايت هتتقرأ على انها اربسيز، فالحجم بتاعها اكبر 20% من حجم الاربسيز، فالام سي في بتاعتي ايه اللي هيحصل فيها؟ قال لك الام سي في بتاعتك هتزيد. جميل، يبقى انا هنا ارتفاع الام سي في نتيجة لوجود الخلايا الشبكية. هو المريض اخد ايه؟ المريض اخد اسبرين فحصل له تكسير. قال لك لما بيحصل حاجه زي دي انت هنا بيكون نتيجه لديفكت في الجي 6 بي دي اللي هي انيميا الفول. يبقى البيشنت ده عنده مشكله في الانزيم ده ادت لكل اللي انا شرحته ده. لحد هنا انا عملت ريزلت انتربريتيشن. هل دوري ان اكتب علاج؟ قال لك لا، ده مش دورك خالص، ولكن ده دور الطبيب المعالج. بعد ما هياخد كده هيعرف اسباب التكسير وهيبدا يعالجها. دي كانت حلقه النهارده في الفرق بين الميديكال دايجنوزز والريزلت انتربريتيشن. اتمنى الحلقه تكون مفيده. لو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للقناه وسبسكرايب عشان يوصل لك كل جديد. كان معاك كابتن انس سباي.